ان مباراه بكره ان شاء الله مباراه مهمه في طريق النادي الاهلي، مباراه زي ما بقول انا على المستوى الشخصي المباراه احنا اللي هنصعبها واحنا اللي هنسهلها، ان شاء الله تكون بالنسبه لنا تاريخ النادي الاهلي خبرات لاعبته مهما كانت التحديات من جو وملعب، ان شاء الله النادي الاهلي قادر على نعدي هذه التحديات. لكن خلينا النهارده كان في المؤتمر الفني، بكره النادي الاهلي ان شاء الله هيلبس الطقم الازرق، التيشيرت الازرق والشورت الازرق والشراب الازرق. حضراتكم عارفين ان الزي الرسمي لسيمبا التنزاني هو الطقم الاحمر، وبالتالي هو سيمبا هيلبس بكره الطقم الاحمر والنادي الاهلي بالطقم الازرق. المؤتمر الصحفي اللي كان موجود النهارده موسيماني اتكلم بشكل اكتر من رائع بصراحه، يعني انا شفت المؤتمر قد ايه عنده اولا احترام للخصم وده مهم جدا، ثانيا كمان عنده نوع من انواع التحدي والاصرار على الحصول ان شاء الله على البطوله العشره او النجمه العشره. موسيماني يعني كمان في بدايه الحوار بدا يخطف تعاطف الناس، يعني انتوا عارفين موسيماني شخصيه مرحه، شخصيه ودوده متواضعه. النهارده كمان بدا بيحيي الاعلاميين من تنزانيا باللغه السواحليه، يعني انتوا عارفين اللغه السواحليه المعروفه مش بس هناك في تنزانيا، في افريقيا كلها، وكان عايز يوصل رسالة ان احنا قارة واحدة، ان يعني هو متواجد، هو الراجل دايما بيحب يبدأ حتى لما جه مصر هنا بدأ بالتحية باللغة العربية واتكلم بعض الكلام باللغة العربية. لكن كمان على المستوى الفني للمباراة وقال انا بحترم جدا جدا فريق سيمبا التنزاني، بنحترمه خلال السنوات اللي فاتت أدى بشكل أكتر من رائع، عنده مدرب رائع، لكن كمان هو بيحترم الخصم. لكن على الجانب الآخر كمان موسيماني بيقول إن إحنا كمان إحنا مشوارنا طويل، إحنا أبطال أفريقيا، إحنا عندنا إصرار كبير جدا وعندنا من الطموحات إن إحنا إن شاء الله ممكن نعدي المباراة بشكل أكتر من رائع. أكد إنه بيسعى كمان للتأهل السريع. حضراتكم عارفين يمكن النسخة اللي فاتت التأهل لدور الثمانية كان بعد آخر مباراة أمام الهلال السوداني في الجولة الأخيرة. موسيماني زي ما بيقول هو بيقفل صفحة الماضي، لكن في نفس الوقت بياخد الدروس المستفادة، يعني الدروس المستفادة إن احنا إن شاء الله بإذن الله إن احنا يعني نستريح، يعني بلغة الكورة كده إن المباراة بكرة إن شاء الله الفوز فيها بيريحنا في المجموعة وبيدينا يعني أكتر من 90% تصدر المجموعة. وبالتالي موسيماني زي ما بقول لحضراتكم مؤتمر الصحفي كان مؤتمر بروفيشنال، اتكلم بشكل أكتر من رائع، احترم الخصم بشكل كبير جدا، ولكن مع احترام الخصم كمان بيقول إحنا النادي الأهلي، إحنا الأكثر تتويجا، إحنا اللي عندنا الإصرار وعندنا العزيمة إن شاء الله للحصول على النجمة العشرة. وطبعا المستوى الفني هو اتكلم فيه انه بيحترم كمان سيمبي على المستوى الفني. المهم بالنسبه لموسيماني انه خد دروس من المسابقه اللي فاتت او من البطوله اللي فاتت، ان احنا ما نفضلش نستنى، واحنا باذن الله المكسب بكره يكون 90% من التاهل، ما نستناش ان شاء الله لاخر جوله زي ما كان حصل الموسم اللي فات مع فريق الهلال السوداني.